السلام عليكم إخواتي أبناء الوطن العربي الكرام، وأهلا بكم في درس رقم 10 من دروس كورس الميكانيكال درونج. هنكمل على درس رقم 9 اللي هو بتاع رسمة البيرنج. كنا وقفنا في 9 لتجميع الرسمة، وقلنا تجميع الرسمة هيمشي بالطريقة دي: جسم الرقم 1 هيركب 4، هيركب في 1 من تحت، وبعد كده هركب 3، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده 5. والمطلوب مني في الفيديو دوت ان انا اعمل قطاع رأسي كامل وقطاع سايد فيو كامل ومسقط بلاد من غير ما فيهوش قطاع. تمام. هبدأ زي كل مرة، امسك القاعدة وجزء بجزء وابدأ اعمل له قطاع في الاليفيجن واركبه مع ابدأ اجمعه في الرسم. تمام. اول جزء بتاع الكاستنج هو مديلي نص قطاع، هقوم عامل النص التاني زي اللي هو مديهولي. تمام. هعمله، هو مديلي نص قطاع، هعمل النص التاني على طول. يبقى هكمل القطاع بتاعها اهو، تكمل لي. ده كان مختفي، هبدأ اظهره وابدأ اظهر كل ده بقى، اظهر الداش ده كله هيظهر. تمام. الخط ده هو هيتشال، التشير هيعدي من عليه كده فهيتشال. ده كده هيظهر وده كده هيظهر، لان القطاع هنا اهوت، القطاع ده محور القطاع، فاذا معدي من عليه، انا معدي من على التقوب ديت، فالتقوب دي كلها هتبان، فده اللي هيظهر، ده اللي هيتهشر معايا اهو. تمام. زي ده النص، هو مدي لك نص قطاع، كمل النص التاني شبهه بالظبط. بعد كده انقلها، بعد كده انقلها لورقه الاجابه بتاعتك، ورقه الرسم زي ما هي مرسومه بالظبط. مثلا هاخد كده اهوت، هنصف الرسمه، ده 3 مستطيلات هما اللي احنا حسبناهم في نهايه السكشن اللي فات، نهايه الدرس اللي فات. هبدا انصف الرسمه بتاعتي. هرسم الجزء ده زي ما هو بالظبط، هنا هرسمه هنا بعد ما عملت له القطاع بتاعه. المسافة دي كلها، اللي هي المسافة دي كلها 54 يمين و54 شمال، اهي 54 يمين اهو، ودي 54 شمال. تمام. بعد كده نازل، وهنزل من هنا. تمام. بعد كده في الدوران ده، وطالع لبره قبل النهاية، واقوم نزل خط ميلان كده. تمام. بعد كده الناحية التانية لحد هنا اهو، واقوم موصل. تمام. بعد كده اعمل الاتنين تقوم، واحد هنا واحد هنا. تمام. بعد كده احط المسامير بتاعتي، فتحة المسامير، ادي واحد ادي ادي فتحة المسمار الاول، وادي فتحة المسمار الثاني. تمام. بعد كده الجزء ده اللي هو الفتحة بتاعته دي نازلة كده، ودي كده، وفيها الدايرة دي، ودي طالعة كده، تظبطها. تمام. بعد كده الخط ده مش موجود، امسحه. وكده انا رسمت الجزء ده اهوت، فاضل الجزء ده اللي هي بقطر 8 ودي ب 8، عمق بتاعها 8. بعد كده اقوم هشره مثلا يمين، خد ده يمين اهو، ده فراغ مش هاجي جنبه،
خلاص عرفت طريقة التهشيل بتقشر ازاي. بالظبط كده خلص. ده القطعة القاعدة تمام اللي هي الكاستنج. بعد كده هنركب المسمار. تمام هنركب المسمار. المسمار طبعا هيطلع لحد الآخر تمام، هيركب تحت من اهوت، وقد ايه الخط ده هيبقى على الخط ده تمام. عرضه دي عرضها 26، دي 24، يبقى قبلها كده قبلها من اللي هنا ومن اللي هنا. دي ارتفاعها 10 والمسمار عرضه ارتفاعه 8، يبقى دي هتبقى قبلها ب 2 مللي تحت كده تمام. دي نفس الكلام اهو 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 تمام. المسمار 96. المسافة ديت ممكن تاخدها كام يعني، ديت هو مش محددها، فهتبقى قد ايه؟ هتبقى تحت هنا اهو يعني. الداش ده هو الخط بتاع الالاوز، بداية الالاوز هيبقى هنا اهو قبل دي تمام، في المكان ده كده اهو. فسيبه دلوقتي، احنا هنطلع بيها وبعد كده اهوت هنطلع بيه وبعد كده نحدد مكانه فين بالظبط. اهو انا طلعت بالمسمارين، ادي مسمار اهو وادي مسمار تاني. طبعا الخط ده هو مش هيبقى باين، فامسحهم، المسمار بيفضل باين لحد الاخر تمام. ده جزء رقم 4 اللي انا ركبته من تحت. بعد كده رقم 3 اركبه من فوق. جزء رقم 3 اللي هو الجلب، اللي هي الجلبه دي، ده مسقط الاليفيجن بتاعها تمام. احط الاثنين هنا اهوت، بس هعمل لها قطع منين؟ عند المحور ده كده اهو، عند المحور ده كده تمام. الجزء ده هرميه والجزء ده هيظهر معايا، الجزء ده اللي انا هستخدمه. طيب التهشير، بص الدايره دي ما كانتش ظاهره معايا لما كنت باصص من هنا، هو دي كانت مدرقه عليه. فاول ما اقطع الجزء ده واحد اهو، وده 2، اول ما اقطع واحد وارميه الدايره دي هتبان، واللي فوقيها دي هتبان، والثالثه ديت اللي هي موجوده، يبقى اذا الدوائر الداش ديت هتبان اهو، الداش دي هتبان تمام، والثانيه ديت هتبان هنا وتحت في القطعتين تمام. جايب لك هنا في القطعة اللي تحت في بروز كام؟ 8 وبفاي 8 وقطر كام؟ قطر والديب 8. طيب الفاي 8 والديب 8 دي هتركب فين؟ هتركب هنا اهو، اهو اللي هو كان كاتب لي عليها اهي، كاتب لي هولو 8 فاي 8 هولو 8 دي يعني بعك 8، يبقى ال 8 دي هتركب هنا. طب ليه عامل دي؟ علشان الجلبه لا تروح ولا تيجي ولا تتحرك يمين ولا شمال، تفضل ثابته في مكانها تمام. هو عامل لها نص قطاع، ديت هتبقى في السايد فيو، ده اللي هيبان في السايد فيو. انا معايا ده الاليفيجن، ده الاليفيجن. اول ما اخده ايه الجزء اللي هيتهشر معايا؟ السمك اللي هيبدا من هنا لهنا، اللي هو من اول هنا لحد اول دايره دي، ده كده اللي هيتهشر معايا اهو، وده كده هيبان وده كده هيبان، وهشر حواليه واحده يمين وواحده شمال. اللي تحت مثلا يمين اهو، وده الجزء ده كده هيبان، واللي تحت كده شمال اهو. القطاع بادئ منين لفين؟ من القطر ده لحد القطر ده، مش القطر اللي فوق، لا من القطر ده لحد القطر ده تمام. يعني المسافه من هنا لحد فوق اللي هي المسافه ما بين الخطين اللي كانوا داش وانا ظهرتهم، دول التهشير مش هيدخل فيه تمام. واللي فوق ديت انا ما جيتش جنبها عشان اهشرت تمام. اخدها كده اهوت واركبها هنا. يبقى ايه اللي هيبان معايا؟ الجزء ده، القطر الكبير ده هيبقى ورا الرسمه، فانا مش هرسمه. بمعنى انا دلوقتي معايا دي قطر كام؟ قطر 24، ار 24 تمام، اللي هي قطر 48. طب هنا فين القطر 48؟ اللي هي دي، اللي هي العاليه دي تمام. يبقى القطر ده
48 هيبقى على 48 ده، يبقى اذا ده الجزء ده احنا اتفقنا اللي هو واحد ورا هنا اهوت هيبقى طالع زياده هنا اهوت، وواحد قدام انا خلاص رميت اللي قدام، اللي ورا هيبقى داش يبقى ما ارسمهوش، يبقى معايا هنا اهوت اللي هيبقى ايه اول دايره، الدايره اللي هي 24 اللي هي الدايره قطرها 32 هرسمها اهي اهو، احنا دلوقتي واقفين ان هو مثلا ايه هنا السنتر اهو اللي هي الزائد دي تمام، هرسم عليها دايره 32 اهي تمام، اصغرها شويه عشان الرسم صغير اهي تمام. بعد كده الدايره الاكبر منها يبقى انا رسمت الدايره دي، بعد كده الدايره الاكبر منها دي بقطر كام؟ بقطر 44، هفتح 22 وهعملها قبل دي، قبل الدايره الكبيره دي اللي اصغر من الدايره الكبيره دي اهي، وهعمل دايره تمام اهي. تمام اطلع فوق شويه وات ايفر، يعني احنا بنرسم احنا عارفين احنا بنعمل ايه، ده مش مظبوطه بس يعني احنا تفاهم اللي هي بتبقى عامله ازاي تبقى ماشيه ازاي، بس امشي امشي بس بالخطوات ديت وما تقلقش يعني. بعد كده الدايره يبقى رسمت دي الدايره الصغيره، بعد كده الدايره دي، بعد كده الدايره الثانيه ديت اللي هي هتبقى النص الثاني بتاع ده اهو اهو، هو ده النص ده اللي هي الدايره رقم كام، الدايره اللي هي بقطر 48 هتركب مع القطر 48 اللي هنا ده تمام. طب تهشرها، تهشرها اهي النص بتاعها هيبقى هنا واحده فوق وواحده تحت، التهشير هيبقى منين لفين بقى؟ من الصغيره لحد الكبير، النص ده اهو اهو ادي واحده وادي الثانيه كده قسمناها واحده فوق واحده تحت. استنى ارسمها كويسه عشان كده شكلها مش لطيف خالص. ادي الدايرة ادي الاولى، الدايرة الاخيرة اهي كمل دي تمام، وادي الاقل منها تمام، وادي والقليلة خالص. انت بترسم بالابعاد هتلاقيها بانت معاك اكتر من كده اوضح من كده تمام، ده الخط اللي بيقسم اللي هما اتنين مع بعض تمام. هنا البعد اللي هو نازل لتحت دوت هينزل من هنا كده اهو، الفتحة دي مكملة لتحت عشان اقول لك ان ده جسم نازل لتحت اهو تمام، وان هو ديت نازلة منها تمام كده، هو ديت هيبقى جزء نازل، التشير هينزل لحد تحت فيه تمام. التشير بقى يبقى ماشي ازاي؟ هنا التشير يمين همشي نقط شمال، في الاولى ديت همشي شمال اهو الجزء ده اهو اهو، وده كده اهو، وده كده، وده كده، وده كده، وده كده، وده كده تمام. بعد كده الجزء اللي فوق اقشره عكس يمين اهو تمام، يبقى كده انا هشرت الجلبه، ركبت الجلبه وهشرتها. طب الدايره الكبيره خلاص احنا قلنا مش ايه مش هتترسم. بعد كده بعد ما ركبنا الجزء رقم 3 هنركب جزء رقم 2، جزء رقم 2 اللي هو الجزء ده زي ما هو هنا اهو، هو مدي لي نص قطاع، اقوم مهشر الباقي، مهشر النص التاني زي اهو، ده كان مختفي اظهره وده كان مختفي اظهره، والخط ده التشريع عدي من عليه هيتشال، يبقى هشر دي كده اهو، دي كده اهو، دي كده 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 تمام. هنا التشريع يمين هغيرها بقى شمال، هغير التشريع ده شمال تمام، بس هرسم هرسمها هي هي يعني، ده اهو هيطلع هنا اهو تمام اهو، تدخل بقى لحد هنا المسمار هيعدي من هنا كمان، هتدخل بهنا دي كده اهو، بعد كده طالع لفوق، بعد كده هتلف، بعد كده طالع لفوق نازل تمام هنا، بعد كده جاي كده نازل كده تمام، وديت اهي هتبقى نازله كده اهو ولفه مع دي
بنص قطر 24 وجاية هنا اهو مكملة. تمام. بعد كده تهشرها، بس هتعمل الفتحتين دول بتوع التزييد، دي الفتحة اهي تمام، وادي الفتحة التانية تمام، وفيها فتحة في ال في الفوق، نسينا الفتحة ديت نعملها. أكمل الفتحة دي كده اهوت لحد جوه، دي الفتحة، في فتحة هنا اهوت أهي علشان التزييد، وان التزييد بتحط زيت من هنا اهوت، فيقوم ينزل تحت هنا يبقى في عمود، فيقوم يشيل الاحتكاك والحرارة المتولدة ما بين الاحتكاك ما بين العمود والايه والجلب، ما بين العمود اللي بيلف والجلب. تمام. بعد كده هشره، ده متهشر يمين، اهشر انا شمال الجزء ده اهو اهو. هشرت بحطيت الجسم وهشرته. تمام. قلنا بقى المسمارين، هتاخد الايه التشير بتاع بداية الالوظ بتاعه من هنا كده تمام، من هنا ومن هنا تمام. بعد كده الباقي ده كله هيبقى الوظ تمام، الباقي هيبقى الوظ. طب ليه انا حطيته هنا ما حطيتوش فوق؟ علشان يبقى معايا المساحة دي كده اهوت، اللي انا اربط واحكم بالصامولة على الايه، على يبقى في مساحة الوظ اللي انا احكم واربط بالصامولة عليه. تمام. بعد كده احط الصامولتين، الصاموله المربعه هنا وصاموله مربعه هنا. الصاموله المربعه بتبقى عامله كده اهو زي الورده كده كده، وتبقى هنا كده تمام، وتبقى مكمله هنا كده لانها مش بتتقطع، وتبقى وجه واحد، وهنا دي كده اهو تمام. وهتشال ايه، هتشيل الخطوط اللي في النص دي لانها بتبقى وجه واحد وما بتتقطعش. تمام اهي وجه واحد تمام، ده طالع كده وده طالع كده وطالع مكمل من بعده. تمام. نفس الكلام هطبق هنا اهو، امسح ده الاول اهو، نقط مثلا هي تقف لحد هنا اهو، ومسح الزيادة ده هنا، هتقف لحد هنا، واقوم عامل الاسطوانة ارتفاعها ممكن تاخده كام يعني، ممكن تاخده هنا 8، ممكن تعمل دي ارتفاعها 5، تعمل ارتفاع ده 5 تمام. بعد كده تكمل، هي وجه واحد. بعد كده المسمار مكمل فوقيه. بعد لما حطينا الصامولة اللي هي المربعة تبقى باينة وجه واحد، لأن عاملة زي كده اهو اهي، لما تبص من هنا هتشوفها وجه واحد، ولما تبص من هنا هتشوفها وجه واحد تمام، مستطيل يعني، مستطيل سمكه اللي احنا قلنا 5 والعرض بتاعه. بعد الصامول، بعد الصامولتين المربعتين هربط بالايه، بالصاموله النط اللي هي فاي 12. زي ما قلت لك هتطلع من هنا كده اهوت واحد، وده هنا كده، استنى تبقى دي اقل منها، وهنا مش مديك، غير الايه، غير الفاي اللي هي 12. الفاي 12 بص زي ما قلنا ده كده 2 ايه، نص ايه اللي هي المسافة من هنا لهنا نص ايه، هتقوم قاسم النص اهو، قاسم النص وتاخد المسافة دي تحطها في الجنب هنا اهي، يعني المسافة دي نص، دي نص دي كلها، افتح لك الخط ده، المسافة دي، المسافة بين الخط ده والخط ده نص دي تمام. بعد كده هتاخد واحد كمان هنا اهو، المسافة دي نص ده تمام. بعد كده تطلع وتقفل. هو ما قالكش ارتفاعها كام، فانت هتاخده كام، 85% في 12 اللي هي هتساوي 10 تقريبا تمام. بعد كده تقفل اهو، بعد كده تيجي عامل ايه، تختار 3 نقط اهو اهي، هنا بقى تنزل 2 مللي وفي النص هنا اهو، وبعد كده توصل بايه، بدايره من من الشابلونه بتاعتك تمام. بعد كده النقطه اهي، والنقطه في قصادها، والنقطه في النص، وصلهم بدايره اهو، النقطه في النص، ونقطه على اليمين، ونقطه على الشمال، وصلهم بدايره، نقطه في النص، نقطه على اليمين، نقطه على الشمال، وصلهم بدايره تمام، نقطة في النص، نقطة على اليمين، نقطة على الشمال، وصلهم بداية، نقطة في النص وعلى اليمين وعلى الشمال، وصلهم بداية اهو تمام. بعد كده تاخد زاوية 30 هنا اهو، وزاوية 30 هنا اهو، وزاوية 30، وزاوية 30، بحيث ان هي الصامولة تبقى باينة معاك بشكل صامولة زي ما هو ما جايبها لك هنا اهو تمام. نفس اللي انت عملته هنا هتكرره الناحية التانية،
المسافة اهي نص دي، ومن هنا نص دي، ارتفاعها 10. بعد كده اقفل، اعمل قوسين اهوت كبير واتنين على اطراف صغيرين، واحد هنا كده، واحد هنا كده، واحد هنا كده، والزوايا 30 بتاعتي. بعد كده اقيس بقى الايه، ارتفاع المسمار. اقيس ارتفاع المسمار 45، ارتفاع المسمار كله 69، 96 من اول هنا اهوت، واجيب مثلا ارتفاعه جه لحد هنا اهو، اهو لحد هنا مثلا. احنا بنقول مثلا يعني، هو المفروض يجي معاك لحد فين؟ لحد اخر هنا، تمام. بس انا عشان برسم من غير ابعاد فايه، مش هطول اكتر من كده. جه لحد هنا اهو، هتقوم عامل دهيت، اخد عامل كيرف كده اهوت بشابلونه الدواير، وعامل كيرف هنا اهو، وتيجي جايب هنا اهوت ملي ملي هنا كده، وملي هنا كده، وملي هنا كده، وملي هنا كده، مسافه يعني ما بين الخطين، بحيث انك تقول له ان ديت ايه الاوت. وتيجي عامل فين تحت هنا اهوت نفس الكلام، اهو ملي كده وملي كده، عشان تقول له الحته اللي تحت ديت الاوز، والحته اللي تحت ديت الاوز، تمام. يبقى كده خلصنا ايه، عملنا قطاع في الاليفيجن، قطاع كامل اليفيجن. ديت تعتبر اصعب حاجه في المسقط، اصعب حاجه في الرسمه، وتبقى عليها بيبقى عليها معظم الدرجات، يعني بيبقى عليها معظم الدرجات على المسقط ده، تمام. ان انت تستنتج الاليفيجن وتعمل له قطاع، تمام. بعد كده هنعمل قطاع للسايد فيو. قطاع للسايد فيو، اول حاجه، هناخد القاعده ديت ونعمل لها قطاع. القاعده ديت لما نعمل لها قطاع من هنا اهوت، هي بعرض قد ايه؟ ادي واحد اهو، تقسم واحد واثنين، تمام. لما اعمل لها قطاع من هنا، من هنا، تمام، واحد هرميه، تمام. يبقى انا الجزء اللي اتهشر معايا منين لفين؟ من اول هنا لحد هنا، بارتفاع كام؟ بارتفاع كام؟ بعرض كام؟ بالعرض 46. هعمل هنا اهوت خط محور سنتر لاين، تمام. هاخد 46، هاخد 23 يمين و23 شمال. انا معايا ديت البعد ده اهوت، العرض ده اتفقنا اللي هو عرض الصامولة، اللي هو كام؟ عرض الجلبة، اللي هي عرضها كله كام؟ 64. فديت اقل منها. هطلع مسافة لفوق بتساوي لحد هنا كده، لحد هنا كده اهو، اللي هي تتهشر معايا اهو من هنا كده اهي، تمام. في فتحة اهي، في فتحة اللي هي هنا اهو، تمام. الفتحة اللي هنا اهو ديت مش هتتهشر في القاعدة اهي، 8 بعرض 8 وكتب 8 اهو، مساحة، تمام. اقوم مهشر دي بقى، يبقى ديت القاعده، الحته دي اللي هتهشر في السايد فيو، الجزء بتاع القاعده ده استنتاج القاعده هنا اهوت، الجزء اللي هو هيتهشر. اللي بعده، اللي بعده انا هقطع من هنا كده اهو، اهو ده ده المحور اللي انا هقطع عليه اهو، مثلا ايه ايه، تمام. فالجزء ده كده واحد وده اتنين، واحد ده اترمى خلاص. فاذا انا هقطع في القاعده من اول هنا اهوت لحد هنا اهو، لحد هنا اللي هي دي، اخدت هشرت يمين، هشر هنا يمين اهو، اهو تمام. بعد كده، ركبنا الجلب، الجلبه دي، الجلبه اهي، هتاخدها من هنا زي هنا، تركبها بالظبط هنا اهو، تمام. التمانية ديت هتدخل هنا اهو، تمام. بعد كده في هنا اهو خط كده، في الخط ده اهوت لما تعمل قطاع هتظهر الخط ده كده اهوت، وتكملها الناحية التانية اهو، هتكمل هنا ده كده اهوت قطاع، وتظهر ده اهو، واعمل لك نص قطاع، كمله انت قطاع تاني، ده كان داش تعمله ظاهر اهو، تمام. وده الخط ده كده اهوت اهو هيظهر، وده هيظهر الخط ده، والخط ده بتاع ايه؟ بتاع القطر اللي هو كام؟ اللي هو 32، اللي هو ده الخط ده والخط ده، تمام. ده اللي هيتحط فيه العمود، اللي هيركب فيه العمود. طيب نازل لتحت لحد كام؟ نازل لتحت بالمسافه دي اهي، دي الخط ده، اللي هيثبت هنا اهو، تمام. بعد كده هنزل بيه المسافه دي اللي هي زياده عن المسافه يعني من قطر 48 ل 64، يعني 48 64 ناقص 48 على الاثنين، تمام. وتيجي طالع المسافه دي كده اهوت لحد بره، تمام. ومن هنا كمان زيها لبره، تمام. بعد كده اهوت هتيجي هنا اهوت،
تاخد المسافة ديت وماشي المسافة، بعد كده صغر معاك تمام، بعد ما صغر معاك رجع راح نازل التمانية، ومن هنا كمان هيجي ويصغر معاك تمانية اللي هي الحتة دي، الحتة دي والحتة دي، وراح نازل لتحت تمانية تمام. ودي كده قطعة تتهشر، احنا كنا مهشرين ان هو شمال، اهشر دي شمال اهو اهي زي ما هو مديها لك بالظبط. تمام الخط ده بقى مش معانا، ده كده وده كده مش معانا. تمام بعد كده اللي عملته تحت هعمله فوق اللي هو ده. الخط ده كده اهوت اللي هي دي، بعد كده راح نازل تمام، نزل كده، نزلت كتير، ممكن اعملها زي اللي تحت بالظبط عشان ما اغيرش اهو، بعد كده اهوت تمام، بعد كده جاي ده كده كله، بس انا اغير دلوقتي، اغير فيها بس اعملها دي كده دي كده تمام. فين اهوت قطر داخلي اقل منه، قطر اقل اهو، اقل الحتة دي كده تمام، بعد كده دي هتتمسح تمام كده. فين اهوت التوب اهو تمام. بعد كده دي هتهشرناها يمين، هتهشرنا دي شمال، هشر دي يمين اهو، ودي كمان كده اهو زي ما هو مديها لي بالظبط، هو مديها لي اهو، انا رسمتها هنا بالظبط تمام. بس كل الموضوع اللي هو انت هتضمهم لبعض، هتضم الجلبتين دول لبعض. بعد كده بعد كده خلاص دي استنتاج. لما قطعنا ديت كده اهوت من هنا كده قطعناها، هي مقطوعه اهي، هي مقطوعه زي ما هي كده، هتحطها كده تمام. اللي هو من هنا يعني اللي هو قطع كده اهو مع المحور ده اهو تمام. لما تقطع من هنا واحد واتنين، هتقطع ده وترميه، هو ده زي هتقطع هنا وترميه، يعني ان من هنا زي من هنا يعني تمام. فاضل اخر جزء معايا، اخر جزء معايا اللي هو الجزء ده، الجزء ده هو اللي هو الراس ده، الراس ده هقطعها من هنا اهو تمام، هقطعها من هنا اهو. يبقى اذا القطر ده، القطر ده هو اللي كان القطر ده، القطر ده هو ال 24 اهو بار 24 اللي هو 48 اللي هو القطر ده، والعرض بتاعها اللي هو هيبقى جوه العرض ده تمام. يبقى دي طالعه من هنا، هتطلع من هنا كده اهو، العرض بتاعها هو العرض ده اللي هو كام، العرض اهوت اللي هو اللي هو كام اهو 46، 46 عرضين اهوت كام 46 تمام تمام العرض ده اهوت 46 اهو، المسافة دي 46 هتدخل فيها المسافة دي اللي هي 46 تمام. بعد كده دي هيظهر التوب ده اهوت، هيظهر زي ما هو، يبقى هيظهر زي ما هو، اطلع بدي كده اهو تمام اهو، هترسمه اهو وتطلع زي دي كده اهوت لفوق، وتطلع لفوق وتقفل الجسم كله تمام. قفلت الجسم كله اللي هي حتى اللي هي دي دي بس اللي هتتهشر، القطاع هيجي من هنا اهوت، ده كل ده اهوت سوليد هيتهشر، وده كل ده سوليد هيتهشر، وفي النص في نص التوبين دول اللي هيبقوا فراغ اللي انا رسمتهم دول، رسمت ده يمين هعمل ده شمال، هقشره شمال اهو، التقشير بتاعه شمال تمام. بعد كده هترسم الباقي من المسمار، هتلاقي في حتة مسمار ظهر لك فوق كده اهو، ظهره فوق تمام. احنا انا رسم بس عشان انا رسمت اعلى كبرت عن هنا، فهتلاقي اللي هو ليه، هتلاقي اللي انا مكبر عن هنا يعني، فانت هتلاقي هترسم بالابعاد يعني بالابعاد مظبوطه، هتلاقي في حته مسمار باين، حتى انت لو بصيت من هنا اهوت هتلاقي في، انا رميت جزء رقم واحد هتلاقي في مسمار باين من بعد الايه، من بعد اخر الرسمه منه، هترسمها بس زي هنا بالظبط تمام. طب لو في لو حته من الصاموله بانت معاك، هترسم وجهين بس من الصاموله تمام. بعد كده الجزء ده كله كده مش معايا، فهرميه تمام. يبقى كده ده عملنا سيكشن، سيكشن اي سايد، وده سيكشن اليفيشن. يبقى كده خلاص، ايه دول اهم حاجتين في في الرسم.
طيب عايز بقى بلان، مسقط بلان. مسقط البلان زي ما عملنا في البيرنج اللي عدى، او الرسمه اللي قبل، الرسمه اللي قبل اللي عدت، هتجمع من فوق. انت هتبص من فوق، هبص من فوق اهو على اللي انا مجمعه، على اللي انا مجمعه. انا مش هرسمها، بس هقول لك يعني انت كل حاجه موجوده معاك، فانت هتاخدها ترسمها مش اكتر. انت بتاخد بتنقل من هنا، الرسم من هنا، هتنقل من هنا اهوت، بس هتحط في المكان بتاعها. يعني اول حاجه لما تبص من فوق هتشوف ايه؟ هتشوف الغطا ده اللي هو ده، تمام؟ يبقى هترسم الغطا ده تحت هنا اهو، هتنقله هنا، يبقى معاك البعد اهو، وادي محور اهو، المحور اهو. الزائد ديت، الزائد دي اهي، هتبقى هنا اهو المحور ده، تمام؟ هترسم ده هنا اهو. طيب لما تبص من فوق هتشوف ايه تاني؟ هتشوف المسدس بتاع دي والمسدس بتاع دي، هتقوم راسم هنا اهوت مسدس، هتقوم راسم على دي كده مسدس هنا اهو، اهو كده اهوت اهو، ومسدس الناحية التانية. تمام؟ بعد كده تحت المسدس هتلاقي المربع، ارسم المربع اهو، صامولة المربعة. تمام؟ ومن هنا صامولة مربعة. تمام؟ هتلاقي مظبوطة معاك الأبعاد يعني. بعد كده هتعمل الدايرة بتاعت العمود أهي. هترسم بقى الإيه؟ هترسم ده، الجلبة دي، الجلبة دي هترسمها دي، النص اللي كان مديهولك اهو، ومكان مديلك نصها نص مش قطاع، هتضمهم لبعض وتخلي النص اللي قطاع ده هو تحوله لمش قطاع زي ده. يعني احنا في القطاع نقلنا ده هنا اهو، طيب لو مش قطاع هتنقل ده هنا اهو، تمام؟ وتاخدها كده اهو تحطها، تمام؟ بالابعاد بتاعتها كده، بس هتبقى كلها داش، لان الجسم ده هيغطي عليه، هتبقى دي كلها داش، تمام؟ بعد كده ترسم القاعدة دي، ترسم القاعدة دي، أي حاجة تحت ده، أي حاجة تحت ده تحطها داش، تمام؟ في حاجات هتبقى داش اهيت، الخطوط دي كلها هتبقى داش، تمام؟ اللي في النص، اللي بره ده اهوت، الجزء ده والجزء ده هترسمه هو هو زي ما هو محطوط، تمام؟ بكده أكون خلصت، خلصت الرسمة أهي، هي الرسمة كلها أهي، أهي الرسمة أهي، ده الأيزومتريك بتاعها، ده قطاع سايد فيو، ده مسقط اليفيجن من غير قطاع، ده مسقط اليفيجن من غير قطاع، ودي مسقط البلان بعد ما جمعته. هيبان لك الصامولتين اهمت وباقي الجزء، وفي داش كتير يعني، هتبقى في ده، هتلاقي داش كتير معاك، تمام؟ بكده اكون خلصت الدرس. ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم ودرس جديد برسمة جديدة ان شاء الله. شكرا لكم، سلام عليكم.